أطلقوا على الطريقة اللي قام بيها لوكا باتشيلو بتسجيل عملياته والأحداث المالية داخل دفتر اليومية بالطريقة الإيطالية، ظهرت بعد كده مع قيام الثورة الصناعية الأولى طرق محاسبية أخرى اللي هي الطريقة الأمريكية والطريقة الإنجليزية والطريقة الفرنسية والطريقة الألمانية، وظهرت هذه الطرق لتواجه الاحتياجات المختلفة المنشآت، لأن طبعا ظهر أو الطريقة الإيطالية كانت بتتناسب مع المنشآت صغيرة الحجم. لما قامت الثورة الصناعية بدأت يبقى في منشآت بتقوم بعمليات كتيرة جدا أو حجم عملياتها بالآلاف العمليات في اليوم الواحد، وبالتالي الطريقة الإيطالية ما قدرتش توفي باحتياجات الشركات والمؤسسات من العمل أو من العمل المحاسبي، وبدأت تظهر طرق أخرى زي ما أوضحنا، الطريقة الفرنسية والطريقة الإنجليزية والطريقة الأمريكية والطريقة الألمانية. وطبعا هناك طرق من هذه الطرق تتناسب مع المنشآت صغيرة الحجم أو الفردية زي الطريقة الإيطالية، وطرق أخرى بتتناسب مع المنشآت كبيرة الحجم زي الطريقة الفرنسية والطريقة الإنجليزية. احنا خلال حلقة اليوم إن شاء الله هنحاول إن احنا نتعرف على فرع مهم جدا من فروع علم المحاسبة، وهو المحاسبة المالية، اللي هنركز عليه اهتمامنا. وطبعا المحاسبة المالية دي بتطبق في المؤسسات أو الوحدات الاقتصادية الهادفة للربح، وأي واحدة من هذه الوحدات بتستخدم طريقة من الطرق اللي أوضحناها، الطريقة الإيطالية حسب حجم المنشأة، إذا كانت المنشأة صغيرة الحجم طبعا بتستخدم الطريقة الإيطالية، أو بتستخدم الطريقة الأمريكية، إذا كانت المنشأة حجم عملياتها كبير فبتستخدم الطريقة الإنجليزية أو بتستخدم الطريقة الفرنسية في تسجيل عملياتها. هنحاول خلال حلقة اليوم إن احنا نتعرف على علم المحاسبة ووظيفة المحاسب ووظيفة ماسك الدفاتر، ونتعرف إيه الفرق بين المحاسب وماسك الدفاتر. المحاسب طبعا مهاراته بتكون أعلى من ماسك الدفاتر، أنت في الصف الأول الثانوي التجاري هتتعلم المهارات المحاسبية الأساسية، تحديد اللي على سبيل المثال منها طبعا تحليل العمليات لأطرافها المدينة والدائنة، تسجيل العمليات بدفتر اليومية، ترحيل العمليات إلى دفتر الأستاذ، إعداد ميزان المراجعة، إجراء الجرد والتسويات الجردية، ثم إعداد ميزان المراجعة مرة أخرى، وإن إعداد ميزان المراجعة قبل التسويات الجردية ثم التسويات الجردية ثم إعداد ميزان المراجعة بعد التسويات ثم إعداد القوائم المالية، طبعا اللي هي القوائم اللي بتظهر نتيجة أعمال الوحدة الاقتصادية أو المنشأة أو الشركة من ربح أو خسارة. هتتعرف على مجموعة من المهارات الأساسية اللي بيمتلكها المحاسب ويجب أن يمتلكها ماسك الدفاتر. المحاسب بيكون طبعا خريج كلية التجارة شعبة المحاسبة، وبتكون مهاراته أعلى من ماسك الدفاتر أو بيسمى كاتب الحسابات. أما كاتب الحسابات طبعا فهو خريج التعليم الفني التجاري نظام الثلاث سنوات، اللي درس طبعا محاسبة خلال مراحل دراسته في سنوات الدراسة الثلاث سنوات، طبعا بالصف الأول والصف الثاني والصف الثالث هتدرس مجموعة من المعارف والمهارات المحاسبية، بتبدأ طبعا بمبادئ المحاسبة المالية اللي هو مقرر عليك في الصف الأول، وطبعا هنتناول كل هذه المهارات في هذا المقرر خلال العام الدراسي 2021-2022. هنتكلم عن مبادئ المحاسبة المالية أو منهج مبادئ المحاسبة المالية اللي انت هتدرسه إن شاء الله في الصف الأول. هتتعرف طبعا على تعريف المحاسبة وفروعها ووظائفها وأهدافها، هتتعرف أيضا على الدورة المحاسبية وخطوات الدورة المحاسبية، وهتتعرف على كيفية تحديد أو أنواع الحسابات، ومن خلال أنواع الحسابات هتقدر تحدد الطرف المدين والطرف الدائن لكل عملية من العمليات المالية وفقا لنظرية القيد المزدوج، ثم بعد كده هتروح تسجل العمليات دي، هتتعرف إزاي أو هتتدرب على كيفية تسجيل العمليات في دفتر اليومية بعد تحديد المدين والدائن، وكيفية ترحيل هذه العمليات من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ، ثم بعد ذلك إعداد ميزان المراجعة، ثم بعد ذلك إعداد القوائم المالية بطريقتين، بالطريقة التقليدية ودي بتشمل طبعا الحسابات الختمية اللي بتضم حساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر، ثم إعداد الميزانية العمومية، وبالطريقة الحديثة
طبعا القوائم الماليه بالطريقه الحديثه بتضم قائمه الدخل وقائمه المركز المالي. الفرع من المحاسبه اللي احنا بنتكلم عنه هو فرع المحاسبه الماليه، احنا بندرس في الصف الاول مقرر مبادئ المحاسبه الماليه اللي هنتعلم فيه المهارات اللي احنا وصلنا لاخر مهاره فيها اللي هي اعداد القوائم الماليه. في الترم الثاني هنبتدي ندرس معادله الميزانيه ونتعرف على الكيفيه اللي بنعد بيها الميزانيه واثر العمليات الماليه على معادله الميزانيه، ثم بعد كده هنتعرف على الطرق المحاسبيه وكيفيه تسجيل العمليات الماليه بدفتر اليوميه وفقا للطرق المحاسبيه الاخرى اللي هي غير الطريقه الاداريه. اللي احنا في بدايه دراستنا لما نيجي نسجل عمليات في الدفتر اليومي هنتعرف على الطريقه الاولى اللي هي تعتبر ام المحاسبه زي ما قلنا، اللي اقترحها لوكا باتشيلو عام 1494 ميلادي، وهي سميت بالايطاليه نسبه للوكا باتشيلو الايطالي بمدينه البندقيه. في ظل الطريقه الايطاليه بنسجل العمليات في دفتر يوميه واحد، ثم بنرحل على هذه العمليات دفتر الاستاذ، ثم بنعد بعد ذلك الجرد والتسويات الجرديه وميزان المراجعه ثم القوائم الماليه. الاختلاف من الطريقه المحاسبيه الاخرى بيختلف في شكل دفاتر اليوميه ودفاتر الاستاذ، في ظل طبعا زي ما وضحنا الطريقه الايطاليه بيبقى عندي دفتر يوميه واحد ودفتر استاذ واحد. تعالوا بقى مع بعض كده نتعرف على علم المحاسبه بشكل عام، ثم بعد كده نتعرف على فروع علم المحاسبه، ونركز على فرعنا المهم وهو فرع المحاسبه الماليه اللي هنأكد او هنتعلم مهاراته خلال العام الدراسي الحالي بالصف الاول بمدارس التعليم الفني التجاري. تعالوا نشوف مع بعض ايه هو علم المحاسبه وايه هي اهداف علم المحاسبه. علم المحاسبه طبعا هو علم اجتماعي بيستند الى مجموعه من الفروض والمبادئ والاسس والقواعد المستخدمه في تحليل العمليات الماليه وتسجيلها وتبويبها في الدفاتر المحاسبيه من واقع المستندات المؤيده لها. يبقى انا لما باجي اسجل العمليات داخل الدفاتر اليوميه بستند لمجموعه من الفروض والمبادئ والاسس والقواعد هنتعرف عليها طبعا خلال دراستنا لمنهج المحاسبه الماليه، وبيتم تحليل العمليات الماليه وفق هذه القواعد والفروض والمبادئ وتسجيلها وتبويبها في الدفاتر المحاسبيه طبعا من واقع المستندات، لان اي احداث او اي عمليه ماليه بتقوم بها المنشاه او الشركه او المؤسسه بيكون هذه العمليه مؤيده بمستند. يعني على سبيل المثال لو المنشاه اشترت مثلا بضاعه، اشترت سياره وهكذا، بتشتري هذه الممتلكات او الاصول بتشتريها، طبعا البضاعه بتشتريها بفاتوره، السيارات بتشتريها بعقد شراء، وكذلك الاراضي والمباني. لو جت سددت مصروف مثلا مصروف كهرباء، مصروف مياه، مصروف اناره، كل هذه العمليات والاحداث الماليه بتايدها مستندات. ثم بعد كده بيتم تلخيص وتوصيل النتائج المحاسبيه طبعا في شكل قوائم ماليه زي ما قلنا، قوائم الماليه بالطريقه التقليديه اللي هي المتمثله في الحسابات الختاميه المتاجره وارباح والخسائر، ثم الميزانيه العموميه او القوائم الماليه بالطريقه الحديثه المتمثله في قائمه الدخل ثم قائمه المركز المالي. مين اللي هيهتم بالمعلومات المحاسبيه؟ طبعا بيهتم بالمعلومات المحاسبيه جهات داخليه يعني داخل المنشاه، وطبعا جهات خارج المنشاه. الجهات الداخليه دي بتتمثل في اداره المنشاه اللي طبعا هدفها بيكون التخطيط والرقابه واتخاذ القرار المناسب، وجهات خارج المنشأة ودي متمثلة في طبعا ملاك المنشأة أو ملاك المشروع وكذلك المقرضين والجهات طبعا الأخرى زي مصلحة الضرائب وغيرها من الجهات ذات العلاقة أو اللي بتتعامل مع المنشأة وبتربطها بيها أو بتربطها بالمنشأة بتربطها بالمنشأة علاقة مالية. المحاسبة طبعا زي ما وضحنا اعزائي الطلاب دي علم اجتماعي له مجموعه من الفروض ومجموعه من المبادئ والاسس والقواعد المستخدمه اللي بنستخدمها طبعا في تحليل العمليات الماليه. العمليات الماليه اللي هي احداث ماليه بتقوم بها المنشاه زي شراء بضاعه، بيع بضاعه، شراء سياره، بيع الات وهكذا، سداد مصروفات، تحصيل ايرادات، وبتسجلها في الدفاتر المحاسبيه من واقع المستندات طبعا اللي بتادي العمليات ديت. وبعدين بيتم تلخيص
هذه العمليات أو نتائج هذه العمليات في شكل القوائم المالية طبعا اللي هي قائمة الدخل وقائمة المركز المالي دي بالطريقة الحديثة، أو طبعا قلنا الحسابات الختامية اللي هي متمثلة في حساب المتاجرة وحساب الأرباح وخسائر وحساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية. الهدف الأساسي لعلم المحاسبة هو توفير المعلومات المحسبية لمتخذي القرارات المحاسبية. اتكلمنا عن نشأة المحاسبة، طبعا قلنا المحاسبة ظهرت في العصر الحديث في 1494 على يد لوقا باتشيلو اللي هو أحد طبعا المهتمين بالحساب والهندسة. ولوقا باتشيلو طبعا ألف كتاب سماه القيد المزدوج، وأوضح في الكتاب دوت الطريقة الإيطالية اللي هي تسجيل عمليات في دفتر اليومية وطرح لها دفتر أستاذ، وطبعا كان بيتكلم عن فرع المحاسبة المالية زي ما هنشوف بعد كده. لكن المحاسبة بشكل عام أعزائي الطلاب أو علم المحاسبة دي طبعا موجودة على مر العصور، ما فيش حضارة إنسانية على مر العصور ما كانش فيها محاسبة. زي على سبيل المثال مثلا في العصور القديمة كان البابليون وبعد ذلك الإغريق والرومان كانوا بيحتفظوا بالسجلات المحسبية، ورغم ان السجلات دي ما كانتش طبعا متطورة زي العصر الحديث الا انها كانت بتحقق طبعا الهدف منها انها كانت بتيسر او بيتم تيسيرها وفقا لمبادئ علمية ثابتة، وكانت بتسير طبقا لمجموعة من القواعد المتعارف والمتفق عليها في هذا العصر. يعني في الحضارات السابقة ومن ضمنها طبعا ايضا الحضارة الفرعونية ايضا وكذلك الحضارة الاسلامية كانت فيها طبعا معرفة محاسبية، وكان هناك نظام محاسبي بيتم في ضوءه توفير البيانات والمعلومات اللازمة لمتخذي القرارات في المؤسسات أو في المشروعات اللي كانت موجودة في ظل هذه العصور. لكن في عام 1494 قام الإيطالي اللي هو طبعا لوقا باتشيلو وضع أولى قواعد المحاسبة السليمة زي ما بيقول طبعا التاريخ في كتابه اللي اسماه القيد المزدوج، ووضع قاعدة القيد المزدوج اللي بتقول ان كل عملية مالية بيكون لها طرفان، طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ. وبعد كده بدأ علم المحاسبة يتطور وما اقتصرش طبعا على المنشآت التجارية، ولكن طبعا امتد لجميع انواع المنشآت، وبدأ تظهر عندنا بقى فروع لعلم المحاسبة. ظهر عندنا فروع لعلم المحاسبة منها طبعا المحاسبة المالية اللي هتكون محل اهتمامنا، وهي طبعا احد مجالات الممارسة المحاسبية. لو خدنا بالنا هنجد ان المحاسبة المالية هي اول فرع من فروع علم المحاسبة ظهر وتم الاهتمام به، وهو طبعا يعتبر الفرع اللي اتكلم عنه لوقا باتشيلو في الكتاب الخاص به اللي هو كتاب اللي اطلق عليه نظرية القيد المزدوج. المحاسبة المالية طبعا احد مجالات الممارسة المحاسبية بيتم من خلالها تسجيل وتبويب وتلخيص العمليات المالية بالدفاتر والسجلات المحاسبية بهدف قياس نتائج أعمال المنشأة وبيان مركزها المالي. قياس نتائج أعمال المنشأة أنا عايزين نعرف المنشأة بتحقق ربحة وبتحقق خسارة، وبالتالي يبقى المحاسبة المالية بتطبق في المنشآت أو الوحدات الاقتصادية الهادفة للربح. كذلك بيان مركزها المالي بمعنى عايزين نعرف ممتلكاتها أصولها شكلها إيه، مركزها المالي المقصود به ممتلكاتها والتزاماتها عن المبالغ اللي على المنشأة للغير، وكذلك المبالغ اللي بتمتلكها المنشأة. وبيتم عرض هذه النتائج في شكل طبعا تقارير وقوائم مالية زي ما قلنا، قوائم المالية بالطريقة التقليدية، ودي بتشمل حساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية، أو القوائم المالية بالطريقة الحديثة ودي بتشمل قائمة الدخل وقيمة المركز المالي. وده طبعا بيتم إعداد القوائم المالية وفق إطار من القواعد والفروض والمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما. هناك مجموعة من الفروض والمبادئ المتعارف عليها اللي بتمثل نظرية علم المحاسبة، ودي اللي بيتم في ضوءها إعداد القوائم المالية بهدف الوصول إلى نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة، وكذلك بيان المركز المالي للمنشأة. بل الهدف الأساسي للمحاسبة المالية توفير المعلومات المحاسبية اللازمة لمتخذ القرارات بالمنشآت أو الوحدات الاقتصادية
والمتعلقة بنتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة، وكذلك مركزها المالي. الفرع الثاني من فروع علم المحاسبة اللي ظهر طبعا مع تطور علم المحاسبة منذ عام 1494 ومع قيام الثورة الصناعية، علم مراجعة الحسابات. مراجعة الحسابات دي أحد مجالات الممارسة المحاسبية، ودي طبعا بيهتم بالتأكد من البيانات والمعلومات المحاسبية اللي تم إعدادها بطريقة سليمة ومقبولة ووفق القواعد والمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عام. احنا هنتعرف بعد كده على الفروض والمبادئ والقواعد المحاسبية في مقرر آخر إن شاء الله في الصف الثاني بإذن الله. ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم وتنجحوا في الفصل في الصف الأول وتنتقلوا للصف الثاني. هنتعرف على القواعد والمبادئ والفروض المحاسبية بشكل أوسع إن شاء الله بإذن الله. لكن خلينا نرجع تاني لمراجعة الحسابات. وقلنا طبعا إن هي بيتم التأكد في ضوء علم مراجعة الحسابات إن القوائم المالية تم إعدادها أو البيانات والمعلومات المحاسبية تم إعدادها بطريقة سليمة طبقا للقواعد والمبادئ والفروض المحاسبية المقبولة قبولا عام. وطبعا بتعتمد على قياس درجة الثقة في البيانات والمعلومات المحاسبية، وبتهتم بتوصيل نتائج القياس طبعا لمتخذي القرارات. يبقى مراجعة الحسابات علم من مشتق من أو فرع مشتق من علم المحاسبة، بيهتم بالتأكد من صحة البيانات وإن البيانات تم البيانات المحاسبية طبعا والمعلومات المحاسبية إن تم إعدادها بطريقة صحيحة ومقبولة. الفرع الثالث طبعا من فروع علم المحاسبة هو محاسبة التكاليف. محاسبة التكاليف طبعا بتهتم بإنتاج معلومات عن تكلفة الإنتاج، ودي طبعا كده طالما بنتكلم عن تكلفة الإنتاج يبقى هتكون إما في منشآت صناعية أو منشآت زراعية، يعني المنشآت اللي بتقوم بإنتاج سلع وخدمات سواء كانت هذه السلع والخدمات زراعية أو صناعية، وكذلك أيضا تكلفة البضاعة. لكن علم محاسبة التكاليف علم أيضا من العلوم المهمة أو فرع من الفروع المهمة من فروع علم المحاسبة، وده بيهتم بإنتاج التكاليف المتعلقة بالمخزون والرقابة على عناصر التكاليف وتوصيل المعلومات طبعا المتعلقة بتكلفة المنتجات للإدارة بمستوياتها المختلفة، طبعا الإدارة الوسطى والدنيا والعليا، وبتطبق طبعا في كل المنشآت، قلنا منشآت خدمية أو منشآت تجارية ومنشآت صناعية، وكذلك المنشآت الزراعية. يعني لو عندي منشآت زراعية ممكن نطبق فيها تكاليف أيضا، محاسبة التكاليف بتطبق. طبعا احنا في محاسبة التكاليف عايزين نحسب تكلفة الوحدات المنتجة ونحدد تكلفة المبيعات، وكذلك من هذه الوحدات طبعا عشان نوصل أو نفيد أو نقدم معلومات تفيد المحاسب المالي أو فرع المحاسبة المالية. الفرع الثالث من فروع علم المحاسبة والفرع الرابع هو طبعا المحاسبة الإدارية. دي طبعا بتستخدم أو بتهتم بقياس المادة الخاضعة للضريبة كما هو الحال بالنسبة طبعا لقياس صافي الدخل. طبعا دي مش المحاسبة الإدارية، أنا الشرح هنا مختلف، دي طبعا المحاسبة الضريبية، ودي طبعا أحد مجالات الممارسة المحاسبية اللي بتهتم بقياس المادة الخاضعة للضريبة كما هو الحال بالنسبة لقياس صافي الدخل الضريبي وتحديد وعاء الضريبة وصولا لما يجب أن يسدده الممول من ضرائب للخزينة العامة للدولة، وذلك وفقا للتشريع الضريبي الخاص بكل دولة. دي فرع المحاسبة الضريبية وليس المحاسبة الإدارية. لكن المحاسبة الإدارية بتهتم باتخاذ القرارات الإدارية، يعني فرع المحاسبة الإدارية بيهتم باتخاذ القرارات الإدارية اللي هو طبعا بعض القرارات دي اللي هو مثلا عندنا ممكن المنشأة تكون عايزة تتخذ قرار انها تشتري منتج مثلا او تصنعه داخليا في المنشأة. طب مين اللي ياخد القرار دوت؟ طبعا ده اسمه قرار التصنيع او الشراء، ودي بتقوم به المحاسبة الإدارية. بتستفيد المحاسبة الإدارية من المعلومات اللي بتقدمها لها المحاسبة المالية، والمحاسبة الإدارية دي طبعا بتقوم او بيقوم بتطبيقها المديرين الماليين في الشركات، او هم من اكثر الناس اهتماما بالمحاسبة الإدارية لان هم بيكون شغلهم الشاغل هو اتخاذ القرارات الإدارية المبنية على المعلومات المحاسبية اللي بتقدمها لنا طبعا المحاسبة المالية. اما محاسبة الضرائب فدي طبعا مجال من مجالات المحاسبة، وبتهتم بقانون الضرائب طبعا او بالمادة الخاضعة للضريبة، تحديد
الوعاء الخاضع للضريبة أو صافي الدخل الضريبي وحساب الضرائب المستحقة على الشركات والمؤسسات وعلى الأشخاص الطبيعيين أيضا، وذلك وفقا لقانون الضرائب الخاص بكل دولة من الدول. زي ما وضحنا طبعا فرع المحاسبة الضريبية وفرع المحاسبة الإدارية، عندنا فرع آخر وهو المحاسبة الحكومية، والمحاسبة الحكومية دي طبعا بتطبق في الوحدات الحكومية الإدارية غير الهادفة للربح، وبيتم من خلالها تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتسجيل وتبويب العمليات المالية اللي بتجريها طبعا والرقابة عليها وإظهار ونتائج النتائج اللي بتبين المركز المالي والحسابات الختامية للجهات الحكومية الإدارية، فرع من فروع علم المحاسبة وهو المحاسبة الحكومية، ودي طبعا هدفه الأساسي هو قياس الأداء الحكومي. عندنا فرع آخر من فروع علم المحاسبة هو المحاسبة القومية، ودي طبعا أحد مجالات المحاسبة أو مجالات علم المحاسبة، ودي بيهتم طبعا بتوفير معلومات محاسبية على مستوى الدولة عن الدخل والإنفاق القومي وعوائد عوامل الإنتاج ومساهمات قطاعات الاقتصاد الوطني في الدخل القومي وصافي الاستثمار الأجنبي والادخار على مستوى الدولة. أعزائي الطلاب، دي فروع علم المحاسبة. زي ما وضحنا عندنا 7 فروع من فروع علم المحاسبة، قلنا المحاسبة المالية، المحاسبة القومية، المحاسبة الحكومية، قلنا تاني أيضا عندنا فرع آخر وهو محاسبة التكاليف ومحاسبة الضرائب، وقلنا عندنا مراجعة الحسابات أو تدقيق الحسابات. 7 فروع من فروع علم المحاسبة، هنهتم وهنركز على فرع أساسي منهم وهو فرع المحاسبة المالية، لأن أي دارس لعلم المحاسبة يجب أن يدرس في بداية دراسته المحاسبة المالية أو مبادئ المحاسبة المالية. طيب لما نيجي نشوف مبادئ المحاسبة المالية أو فرع الفرع الأول من فروع علم المحاسبة اللي هو فرع المحاسبة المالية، هنجد أن هذا الفرع بيهدف إلى توفير معلومات محاسبية متعلقة بنتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة وبيان المركز المالي للمنشأة. يبقى أول حاجة المحاسبة المالية بتطبق في المنشآت الهادفة للربح أو الوحدات الاقتصادية الهادفة للربح، مشروع فردي بقى، شركة، المهم أن المحاسبة المالية بتطبق في المنشآت الهادفة للربح. لما إيه الهدف من المحاسبة المالية؟ تحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة وبيان المركز المالي لهذه المنشأة. دي المعلومات اللي هتوفرها المحاسبة المالية لمتخذي القرارات، سواء الداخليين المتمثلين في إدارة الشركة أو المنشأة، أو الخارجيين المتمثلين في المقرضين والدائنين، وكذلك قلنا المقرضين والدائنين وكذلك الملاك أو ملاك المنشأة، لأن ملاك المنشأة وفقا لفرض مهم جدا من فروض نظرية المحاسبة وهو فرض الشخصية المعنوية، أن الملاك يعتبروا جهة خارج المنشأة بتتعامل مع المنشأة، لأن احنا بنعتبر أن المنشأة لها شخصية مستقلة عن شخصية أصحابها، وده طبقا لفرض من فروض علم المحاسبة. ايه هي المهارات اللي احنا هنتعلمها في منهج أو مقرر المحاسبة المالية؟ عندنا أول حاجة هنتعرف الأول على أول طريقة من الطرق المحاسبية وهي الطريقة الإيطالية، وفي ظل الطريقة الإيطالية بيتم تسجيل العمليات في دفتر اليومية ثم ترحيل العمليات لدفتر الأستاذ. يعني عندي دفتر يومية واحد ودفتر أستاذ واحد، وهنتعرف يعني ايه دفتر يومية ويعني ايه دفتر أستاذ، ثم بعد ذلك بنعد ميزان المراجعة ثم التسويات الجردية، ثم بعد ذلك ميزان المراجعة بعد التسويات، ثم إعداد القوائم المالية سواء بالطريقة الحديثة أو بالطريقة التقليدية عشان أوصل للهدف بتاعي اللي هو بيان المركز المالي من ربح أو بيان المركز المالي منشأة وتحديد نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة. الأول تحديد نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة، ثم بيان المركز المالي المنشأة. طيب أنا عايز أحدد نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة أو بيان مركزها المالي، يبقى أنا محتاج فترة. طيب الفترة دي قد إيه؟ سنة مالية. يبقى لما بنيجي نحدد نتائج الأعمال والمركز المالي للمنشأة بيتم عن سنة مالية بتبدأ في 1/1 وتنتهي في 31/12 من نفس السنة. يبقى الفترة
اللي انا هيتم التحاسب عنها او اللي خلالها اكون عايز اعرف المنشاه كسبت قد ايه وخسرت قد ايه، هي سنه ميلاديه بنطلق عليها السنه الماليه او الفتره المحسبيه اللي بتبدا في 1/1 وبتنتهي في 31/12 من نفس السنه اللي هي 12 شهر. علشان اقدر اوصل للاهداف بتاعه المحاسبه الماليه، يعني احدد نتيجه نشاط المنشاه من ربح وخساره، واظهر المركز المالي اللي هو ممتلكات المنشاه اللي هي الاصول والتزامات المنشاه وحقوق ملاكها اللي هي التزامات المنشاه اللي هي الخصوم ما على المنشاه من اموال للغير يعني غير الملاك، وحقوق ملكيه اصحابها المتمثله في راس المال وغيرها من الحقوق. لابد ان انا امر بمجموعه من الخطوات بنطلق على هذه الخطوات الدوره المحاسبيه. لو احنا استخدمنا الطريقه الايطاليه يبقى على طول كده هيبقى عندي دفتر يوميه واحد ودفتر استاذ واحد. خطوات الدوره المحاسبيه هيكون تسجيل العمليات في دفتر اليوميه، ثم ترحيل العمليات لدفتر الاستاذ، ثم اعداد ميزان المراجعه قبل التسويات، ثم التسويات الجرديه، ثم اعداد ميزان المراجعه بعد التسويات، ثم اعداد القوائم الماليه في نهايه الفتره المحاسبيه اللي هي في 31/12 من كل سنه. القوائم الماليه زي ما وضحنا بتشمل اما بالطريقه التقليديه ان انا اعد حسابات ختاميه متجره وارباح خسائر، ودي حسابات نتيجه بتبين لي نتيجه اعمال المنشاه من ربح وخساره، او استبدلهم اللي هي حساب المتجره وحساب الارباح خسائر استبدلهم بالطريقه الحديثه بقائمه اسمها قائمه الدخل. في الطريقه المركز المالي للمنشاه في الطريق بالطريقه التقليديه ممكن نعمل قائمه بتسمى الميزانيه العموميه، قائمه بتسمى الميزانيه العموميه لها جانب اصول وجانب خصوم، وممكن نستبدلها بالطريقه الحديثه بقائمه المركز المالي. انا عشان اظهر المركز المالي للمنشاه اما اعد بالطريقه التقليديه ميزانيه عموميه او اعد قائمه المركز المالي. الطرق المحاسبيه الاخرى طبعا زي ما اوضحنا، احنا قلنا في الطريقه الايطاليه بيبقى عندي دفتر يوميه واحد ودفتر استاذ واحد، بسجل العمليات في دفتر اليوميه بالطريقه الايطاليه وفقا لقاعده القيد المزدوج. قاعده القيد المزدوج اللي هي قالت طبعا اللي هو نص عليها لوقا باتشيلو على حقيقه علميه اللي هي بتقول ان كل عمليه ماليه لها طرفان، طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ. يعني على سبيل المثال اذا كان في واحد مثلا حصل على مبلغ على قرض من البنك، اصبح دلوقتي البنك دائن والشخص دوت ايه مدين، يبقى اذا كان هناك دائن لابد يكون ايه هناك مدين، واذا كان هناك مدين لابد يكون ايه دائن. يعني في شخص حصل على قرض من البنك اصبح الشخص ده مدين لمين؟ مدين للبنك، تمام، يبقى البنك دائن، يبقى كده العمليه لها طرفين، طرف مدين وطرف دائن بنفس المبلغ. طب هو الشخص ده خد قرض ب 100,000 يبقى هو مدين للبنك ب 100,000، يبقى البنك دائن للشخص ده بكام؟ ب 100,000. يبقى كل عمليه ماليه لها طرفان، طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ. احنا هنتعرف على الكيفيه اللي بنحدد بيها المدين والدائن، لكن انا حبيت بس اوضح لكم اللي هي قاعده او نظريه القيد المزدوج اللي بتقول ان كل عمليه لها طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ. هناخد قاعده في ضوء هذه القاعده نوضح او نحدد المدين والدائن لاي عمليه، والمقصود بالعمليه الماليه هنا اي حدث مالي او تجاري بيأثر على حقوق ملكيه المنشاه او اصولها او التزاماتها، يعني بيأثر على معادلة الميزانية الخاصة بهذه المنشأة. هنتعرف على قاعدة مهمة وهي قاعدة تشخيص الحسابات اللي في ضوءها هنقدر نحدد المدين والدائن. لكن تعالوا بعد ما تعرفنا على الطريقة الأولى اللي هي الطريقة الإيطالية، تعالوا نتعرف مع بعض على طريق الطرق المحاسبية الأخرى اللي احنا قلنا طبعا ظهرت في الواقع العملي وتعددت واختلفت باختلاف حجم المنشأة، وقلنا ان كان سبب من أسباب ظهور الطرق المحاسبية الأخرى اللي هي غير الإيطالية اللي هي طبعا أوضحنا بتعتمد على دفتر واحد لليومية ودفتر واحد للأستاذ، الثورة الصناعية اللي طبعا ترتب عليها أن بقى عندنا منشآت كبيرة الحجم بتقوم بعمليات كتيرة جدا في اليوم الواحد، وبالتالي الطريقة الإيطالية ما قدرتش تفي باحتياجات هذه المنشآت من المحاسبة، وبدأت بعد كده تظهر طرق أخرى منها طبعا الطريقة الفرنسية والطريقة الإنجليزية والطريقة الأمريكية. عندنا طبعا الطريقة الإيطالية، وطبعا دي تعتبر أم الطرق المحاسبية كلها أو أول طريقة عرفت عند ظهور علم المحاسبة طبعا في مدينة البندقية بإيطاليا عام 1494 على يد طبعا باتشيلو، أطلق عليها هذا الاسم طبعا نسبة
لإيطاليا، لأنها طبعا ظهرت في إيطاليا زي ما وضحنا، وفي ظل هذه الطريقة زي ما وضحنا بيكون عندي مجموعة دفترية، وبالإضافة للقوائم المالية المجموعة الدفترية بتشمل دفتر واحد لليومية ودفتر واحد للأستاذ. يعني عندي يومية بنسجل، أو دفتر يسمى دفتر اليومية، بنسجل فيه العمليات والأحداث المالية اللي بتقوم بها المنشأة يوما بيوم وتاريخا بتاريخ، عشان كده بيسمى دفتر اليومية، لأن بنسجل فيه الأحداث اليومية أو العمليات المالية اللي بتقوم بها المنشأة كل يوم، زي شراء بضاعة بيع بضاعة، شراء سيارة بيع سيارة، شراء آلات وهكذا، سداد مصروفات كهرباء، سداد مصروف مياه، تحصيل إيراد معين، إيراد خدمات مثلا أو إيراد عقار، سداد مرتبات العاملين وهكذا. كل هذه العمليات بتسجل داخل دفتر اليومية العامة. الدفتر الثاني بيسمى دفتر الأستاذ، وهنعرف بعد كده ان دفتر الأستاذ دي الهدف منه ان احنا نعرف رصيد كل حساب من الحسابات. يعني عايزين نعرف الخزينة فيها مبالغ قد ايه، هيجاوب لنا على السؤال ده هو الدفتر الأستاذ. عايزين نعرف مثلا رصيدنا في البنك قد ايه، هيجاوب لنا على السؤال ده حساب او دفتر حساب البنك في دفتر الأستاذ. وكذلك ايضا اي اصل من الاصول، يعني زي السيارات والآلات والعدد والادوات وما شابه ذلك. الطريقة الإيطالية بتتناسب طبعا مع ايه، مع المنشئات صغيرة الحجم، لان طبعا دفتر يومية واحد ودفتر استاذ واحد، وبالتالي اي منشأة صغيرة كده حجمها صغير، حجم عملياتها، وهنا المقصود بصغر الحجم، صغر حجم العمليات بتاعة المنشأة. فالمنشآت صغيرة الحجم في الغالب هتكون عملياتها صغيرة. انت لو فتح مثلا مشروع مثلا بالتاجر في المحمول، فتح محل كده للتجارة في المحمول، وعايز تمسك دفاتر محاسبية، عايز تعرف انت بتكسب قد ايه وبتخسر، ده هدف من الاهداف المحاسبه الماليه. يبقى هتعتمد على ايه؟ هتعمل دفتر واحد اليوميه ودفتر واحد للاستاذ، ودي طبعا هتبقى الطريقه. يبقى انت كده بتعتمد على الطريقه الايطاليه. يعني المحاسبه في اساسها ما بتختلفش، الاختلاف كله بيكون في شكل الدفاتر او مجموعه الدفاتر اللي بتمسكها المنشاه، وبيتحدد عليها نوع الطريقه الايه المحاسبيه. يعني لو المنشاه هتعتمد على الطريقه الايطاليه هيبقى عندها دفتر واحد لليومية ودفتر واحد للأستاذ. كل ما المنشأة حجمها يبقى صغير، كل ما تعتمد على طريقة من الطرق اللي بتتناسب مع حجم المنشآت الصغيرة الحجم، اللي من ضمنها الطريقة الإيطالية، لأن هناك طريقة أخرى وهي الطريقة الأمريكية. والطريقة الأمريكية أيضا بتتناسب مع حجم المنشآت صغيرة الحجم. الطريقة الأمريكية زي ما واضح من اسمها ظهرت في أمريكا الشمالية، عشان كده بيطلق عليها الطريقة الإيطالية، وبتسمى أيضا بطريقة الدفتر الواحد، لأنها بتعتمد على دفتر واحد بيجمع بين اليومية والأستاذ في آن واحد، ويسمى بدفتر اليومية الأمريكية أو دفتر اليومية ذو الأعمدة التحليلية. يعني عملت الطريقة الأمريكية في أمريكا الشمالية، بعض المحاسبين عملوا دفتر واحد جمع اليومية والأستاذ مع بعض، قال لك احنا نعمل دفتر يومية ليه الواحد ودفتر أستاذ لوحده، لا احنا نعمل دفتر واحد. وبعد ما عملوا الدفتر دوت أطلقوا عليها الطريقة الإيطالية أو الطريقة ذات الدفتر الايه الواحد، وبتعرف أيضا بطريقة دفتر اليومية ذو الأعمدة التحليلية، لأنه بيبقى بيشمل دفتر يومية وأستاذ في نفس الوقت. وطبعا هيتضح لنا ايه المقصود بدفتر يومية ودفتر أستاذ لما نيجي نتعرف على شكل دفاتر اليومية ودفاتر الأستاذ ونتعرف على الفرق بينهم. أنا عايزك بس تاخد بالك إيه الفرق بين كل طريقة من الطرق المحاسبية، لكن احنا هنركز في الفصل الدراسي الأول من العام الحالي على الطريقة الإيطالية، ثم بعد كده في الفصل الدراسي الثاني نتعرف على الطرق المحاسبية الأخرى بالتفصيل إن شاء الله. طيب بتتناسب الطريقة الإيطالية مع إيه؟ قلنا مع المنشآت صغيرة الحجم. طب والطريقة الأمريكية؟ أيضا الطريقة الأمريكية بتتناسب مع المنشآت صغيرة الحجم، ولا تتناسب مع طبعا المنشآت كبيرة الحجم ذات العمليات المتنوعة والمتكررة والمعقدة. يبقى أنا عندي الطريقة الإيطالية والطريقة الأمريكية، الاتنين بيتناسبوا مع حجم المنشآت صغيرة الحجم. الطريقة التالتة واللي بتتناسب أيضا هي الأخرى مع حجم المنشآت صغيرة الحجم، الطريقة الألمانية. وطبعا في ظل الطريقة الألمانية زي ما واضح من اسمها ان هي طبعا ظهرت في ألمانيا، ودي طبعا بتضم المجموعة الدفترية في ظل هذه الطريقة، بتضم دفترين لليومية، احدهما بيسجل فيه العمليات النقدية، بناخد بالنا في دفترين لليومية مش دفتر واحد،
واحد منهم بيسجل فيه العمليات النقدية وبيسمى دفتر النقدية التحليل. الدفتر الآخر بيسجل فيه العمليات الأخرى اللي هي غير النقدية، وبيشبه إلى حد كبير طبعا هذا الدفتر دفتر اليومية العامة اللي مستخدم في الطريقة الإيطالية، يعني فيها دفتر للعمليات النقدية ودفتر للعمليات الآجلة بيسمى دفتر النقدية التحليلي، والدفتر الآخر بيسمى دفتر العمليات الأخرى الغير النقدية، وهو بيشبه طبعا دفتر اليومية العامة المستخدم في الطريقة الإيطالية. إلى جانب الدفترين دول بيبقى هناك دفتر واحد للأستاذ، يعني عندهم الطريقة الألمانية عاملين دفتر العمليات النقدية اسمه دفتر النقدية التحليلي، ودفتر للعمليات الأخرى غير النقدية اللي هو طبعا شبه دفتر أو بيشبه دفتر اليومية العامة المستخدم في الطريقة الإيطالية، بالإضافة للدفاتر اليومية عندها دفتر واحد للأستاذ كما في الطريقة الإيطالية. بيبقى طبعا الطريقة الإيطالية عندها دفتر واحد للأستاذ، في الطريقة الألمانية أصل أيضا هناك دفتر واحد للأستاذ بيسمى دفتر الأستاذ العام. الطريقة الألمانية بتتناسب أيضا مع المنشآت صغيرة الحجم. الطريقة الرابعة وهي الطريقة الفرنسية، والطريقة الفرنسية دي بتسمى بالطريقة المركزية، ودي بتتناسب طبعا مع حجم المنشآت كبيرة الحجم، وبتقوم على فكرة تقسيم العمل، لأن طبعا مع قيام الثورة الصناعية ظهرت فكرة اللي نادى بها آدم سميث، وهي فكرة تقسيم العمل، إن لما حجم الأعمال هيزيد، يعني تخيل إن منشأة بتقوم بمئة ألف عملية مالية في اليوم، ده هينفع نسجلها في دفتر يومية واحد؟ طب مين الموظف اللي هيبقى قاعد يسجل كل هذه العمليات في يوم واحد؟ وطبعا لو في يوم ما تسجلتش العمليات في أو الأحداث المالية اللي حصلت أو العمليات المالية اللي حصلت في نفس اليوم، هنيجي في اليوم التاني هتتراكم العمليات. فكان لابد يظهر فكرة نادى بها آدم سميث طبعا مؤسس علم الاقتصاد في العصر الحديث، وهي فكرة تقسيم العمل. اتأثرت بقى فرنسا بفكرة آدم سميث وبدأت تفكر في حل المشكلة حجم العمليات الكبيرة، وبدأت تقسم العمل وعدت مجموعة دفترية بدل دفتر يومية واحد، عملت مجموعة دفاتر يومية ومجموعة دفاتر الأستاذ، وقسمت مجموعة دفاتر اليومية إلى دفاتر يوميات مساعدة للعمليات النقدية ودفاتر يوميات مساعدة للعمليات الأجلة، وسمتهم دفاتر اليوميات المساعدة، بالإضافة إلى دفتر آخر يسمى دفتر اليومية العامة المركزية، وهو بيشبه طبعا دفتر اليومية المستخدم في الطريقة الإيطالية. الطريقة الفرنسية بتتناسب مع حجم المنشآت أو بتتناسب مع المنشآت كبيرة الحجم، المنشآت كبيرة الحجم حجم عملياتها في اليوم كتير، فتعمل إيه بقى الطريقة الفرنسية أو الفرنسويين عملوا إيه؟ قاموا بتقسيم أو عمل بدل دفتر يومية واحد أو دفترين، اللي عملوا مجموعة دفاتر يومية، عملوا مجموعة دفاتر يومية، مجموعة دفاتر يومية للعمليات أو دفاتر يوميات مساعدة ودفتر يومية عامة. دفاتر اليوميات المساعدة تم تقسيمها لمجموعتين، مجموعة دفاتر اليوميات المساعدة للعمليات النقدية ومجموعة دفاتر اليوميات المساعدة للعمليات الأجلة. بقى عندي دفاتر للعمليات النقدية مساعدة عملية النقدية ودفاتر يوميات مساعدة للعمليات الأجلة، بالإضافة طبعا لدفتر اليومية العامة المركزية. بقى عندي كده مجموعة دفاتر، طبعا أنا عندي أكتر من دفتر، يعني اليوميات المساعدة دي فيها أكتر من دفتر سواء كانت أجلة أو نقدية، كذلك طبعا بالإضافة لليوميات المساعدة الأجلة والنقدية عندي طبعا دفتر اليومية العامة المركزية. يعني اليوم الطريقة الفرنسية أو بيطلق عليها البعض الطريقة المركزية ظلت أو دنتها معتمدة على دفتر اليومية العامة المركزية أو دفتر اليومية المستخدم في الطريقة الإيطالية، ولكن حطت دفاتر أخرى تساعده، دفاتر يوميات مساعدة لعمليات أجلة يسجل فيها العمليات الأجلة يعني اللي بتتم على الحساب فقط، ودفاتر أخرى يسجل فيها العمليات النقدية وقيود أو بيتم إجراء قيود إجمالية ليوميات المساعدة الأجلة والنقدية ويتم تسجيلها في دفتر اليومية العامة المركزية. هنتعرف على الكلام ده بشكل أكتر من كده في الترم الثاني إن شاء الله، لكن خلونا نشوف شكل الطريقة الفرنسية بشكل عام. بالإضافة بقى لمجموعة الدفاتر اليومية هناك مجموعة دفاتر الأستاذ، ودي بتضم أيضا دفتر أستاذ عام بالإضافة إلى دفاتر أستاذ مساعدة واحد للمدربين
ودفتر أستاذ مساعد العملاء. عندنا دفتر دفاتر الأستاذ، دفتر أستاذ عام، ودفتر أستاذ أو مجموعة دفاتر أستاذ مساعدة، دفتر أستاذ مساعد العملاء، ودفتر أستاذ مساعد الموردين. يبقى أنا عندي الطريقة الإيطالية بتضم دفاتر لليومية ودفاتر للأستاذ. مجموعة دفاتر اليومية دفاتر يوميات مساعدة، وفيها دفاتر يوميات مساعدة للعمليات الأجلة، دفاتر يوميات مساعدة للعمليات النقدية، بالإضافة إلى دفتر اليومية العامة أو اليومية المركزية. كمان عندنا مجموعة دفاتر الأستاذ اللي بتشمل دفتر الأستاذ العام ودفاتر الأستاذ المساعدة اللي بتتقسم دفتر أستاذ مساعد العملاء ودفتر أستاذ مساعد الموردين، وبتتناسب زي ما أوضحنا الطريقة الفرنسية مع المنشآت كبيرة الحجم. الطريقة الأخرى اللي بتتناسب أيضا مع المنشآت كبيرة الحجم وهي الطريقة الإنجليزية، وطبعا بتسمى هذه الطريقة بطريقة اليوميات الأصلية. يعني الطريقة الإنجليزية بيطلق عليها البعض طريقة اليوميات الأصلية، وبتتناسب هذه طبعا الطريقة مع المنشآت كبيرة الحجم. كذلك أصلا أيضا بتتشابه بشكل كبير جدا الطريقة الإنجليزية مع الطريقة الفرنسية. يعني الطريقة الإنجليزية والطريقة الفرنسية فيهم شبه كبير جدا من بعض. في ظل الطريقة الفرنسية زي ما أوضحنا بيبقى فيه مجموعة دفاتر اليومية وفي مجموعة دفاتر الأستاذ. هنا برضو في ظل الطريقة الإنجليزية عندي مجموعة دفاتر لليومية ومجموعة دفاتر للأستاذ، لكن مجموعة دفاتر اليومية بيبقى فيها دفاتر يوميات مساعدة للعمليات النقدية ودفاتر يوميات مساعدة للعمليات النقدية، ولا يوجد دفتر لليومية العامة المركزية كما في الطريقة الإيطالية كما في الطريقة الفرنسية. بالطريقة الفرنسية بتعتمد على دفتر لليومية العامة بجانب مجموعة دفاتر اليوميات المساعدة. أما الطريقة الإنجليزية فيها يوميات مساعدة أو مجموعة دفاتر اليوميات المساعدة نقدية وآجلة، ولكن ما بتعتمدش أو ما بتعتمدش على دفتر لليومية العامة. أما بالنسبة لمجموعة دفاتر الأستاذ ففي طبعا دفتر أستاذ عام، وأيضا بتتشابه بشكل كلي مع الطريقة الفرنسية، لأني في ظل الطريقة الإنجليزية في دفتر للأستاذ العام ودفتر أستاذ إيه ودفاتر أستاذ مساعدة، دفاتر أستاذ مساعدة للعملاء ودفاتر أستاذ مساعدة للموردين. يبقى الاختلاف بين الطريقة الإنجليزية والطريقة الفرنسية إن إحنا عندنا دفتر في الطريقة الإنجليزية، ما عندناش دفتر يومية عامة كما في الطريقة الفرنسية. كذلك بيعتبر دفتر النقدية التحليلي اللي هو أحد دفاتر اليوميات المساعدة للعمليات النقدية دفتر يومية وأستاذ معا، ودي على عكس طبعا الطريقة الفرنسية اللي بيكون دفتر النقدية التحليلي فيها دفتر لليومية فقط وليس دفتر اليومية والأستاذ. أعزائي الطلاب، ده كان وصف مبسط أو مدخل بسيط لدراسة منهج المحاسبة المالية، اللي بتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أنتم تستفيدوا منه استفادة تامة، لأن طبعا مهنة المحاسبة من المهن المطلوبة في سوق العمل بكثرة. وطبعا زي ما أوضحنا عندنا في مهنة المحاسب وفي مهنة ماسك الدفاتر أو كاتب حسابات. انت هتتخرج من دبلوم المدارس الثانوية التجارية 3 سنوات ماسك دفاتر، يعني هتخرج لسوق العمل تكون مساعد للمحاسب. فالمهنة بتاعتك اسمها مساعد محاسب او كاتب حسابات او ماسك دفاتر. ايه الوظيفة بتاعتك؟ انك هتكون عندك مهارات لتسجيل العمليات في دفاتر اليومية وترحيل العمليات لدفتر الاستاذ، وكذلك إعداد ميزان المراجعة وإجراء التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية اللي احنا أوضحناها، قيمة الدخل وقيمة المركز المالي بالطريقة الحديثة، أو الحسابات الختامية المتمثلة في المتاجرة والأرباح والخسائر، وقيمة المركز المالي هنستبدلها بقى في الطريقة التقليدية بالميزانية العمومية. ختاما أدعو الله سبحانه وتعالى أني أكون وفقت في تقديم فكرة ملخصة وبسيطة حول مبادئ المحاسبة المالية، وبنتمنى لكم دراسة ممتعة إن شاء الله خلال العام الدراسي الحالي، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم وتكتسبوا المعارف والمهارات اللي تستفيدوا منها
في استكمال دراستكم بعد دبلوم المدارس الثانوية الفنية أو الالتحاق بالعمل في سوق العمل. وبنتمنى لكم التوفيق والسداد، وإلى لقاء قريب إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات منهج مبادئ المحاسبة المالية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.